في حديثنا في ثقف نفسك، فوائد شرب الماء. لشرب الماء فوائد كثيرة ومهمة لصحة الإنسان، إذ يسهم الماء بأكثر من 70% من جسم الإنسان، ولا بد أو ينصح الخبراء في كثير من الحالات بشرب كأس أو أكثر من الماء صباحا على الريق، حتى يستطيع الإنسان أن يبدأ نهاره بجسد صافي إن شاء الله ونقي، وكذلك يستطيع أنه يتخلص من الدوار، لكون شرب كميات كافية من الماء تخلصنا من حالات الدوار والجفاف خاصة في ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك لمرضى الكلى وغيرها من الأشخاص اللي يعانون من الأمراض. كثير من الأطباء ينصحوهم بشرب كميات كافية من المياه، إذ بعض الحالات المرضية قد نغفل عنها ويكون سببها أنه إحنا ننسى نشرب ماء، خاصة إحنا مقبلين على فصل الشتاء، قد أنه درجات الحرارة في فصل الصيف تذكرنا أنه نشرب ماء، لكن في فصل الشتاء كثير من الأشخاص ينسون بالعطش. ويصير حالات وفاة يعني بنسب عالية جراء توقف الكلى عن العمل لنقص أو جفاف المياه فيها. أحسنتي. إذا معلوماتنا الثقافية نعم. حول شرب الماء بها يعني تصحيح بعض المعلومات. ذكرت قبل قليل شرب الماء ممكن يكون مهم جدا. البعض نسمع دائما أنه لازم تشرب كل يوم 8 أكواب. هذه المعلومات يعني تقريبا الدراسات الحديثة أثبتت أنه ماكو هيجي يعني هيجي موضوع بالتحديد. يعتمد الموضوع على حالتك الصحية وعلى احتياجك وعلى طاقتك. صح. ممكن لما تكون تعطش تشرب. نعم، أو ممكن تكون رياضي تلعب رياضة راح يزيد للتعرق تحتاج السوائل أكثر، إذا تمر بحالة صحية تحتاج هنا سوائل أكثر. فإذا حسب حاجة الجسم وحسب وزن الجسم، تحديدا حسب الوزن، لأنه إذا نريد نحدد أنه الشخص قد ممكن يشرب كمية مياه، هناك يعني معادلة تقول أن كمية المياه التي تحتاجها باللترات يوميا تساوي وزنك بالكيلوغرام مضروبا في 0.033. على سبيل المثال إذا كان وزنك 60 كيلوغرام يجب أن تشرب حوالي 2 لتر من الماء. إذا كان وزنك حوالي 90 كيلوغرام ستحتاج حوالي 3 لترات من الماء. أيضا المعلومة الأخرى اللي ممكن البعض مثل ما ذكرت قبل قليل يعتبر أنه الماء هو مفيد، هو فعلا مفيد للشعر، للبشرة، للمفاصل، كثير من الأمور، يعني وظائف الجسم كلها ممكن تتأثر بنقص المياه. صحيح. لكن معلومة مهمة أنه المياه مو فقط الكوب الماء اللي نشربه، الكثير من السوائل والخضروات اللي نأكلها بها نسبة أيضا. بها نسبة نعم. سوائل يعني راح تسد يعني حاجة الجسم. نعم. أيضا المعلومة الغريبة اللي تعرفت عليها بمعلومة ثقف نفسك أنه يقال بأنه شرب المياه الزائدة ممكن تسبب أضرار. صح. السبب في هذا الموضوع في المعادن الأربعة. صحيح الجسم. أحسنتي. هذه يعني تذكر أنه بالتحديد عندما يكون هناك الكثير من الماء في الخلايا بما في ذلك خلايا الدماغ تحديدا، مما يؤدي إلى تضخمها عندما تنتفخ الخلايا في الدماغ، فإنها تسبب ضغطا في الدماغ، وقد يسبب ذلك أشياء مثل الارتباك، النعاس والصداع. إذا ازداد هذا الضغط قد يتسبب في حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب. صحيح. إذا لا زيادة ولا نقصان بالضبط بالموضوع. حسب يعني حاجة أكو ناس الجسم. يسمعون أنه لازم تشرب مي بدون يشربون مي حتى هم مو عطشانية. صحيح. هذا يفقدنا كثير من المعادن في الجسم، لأنه تبدي بعد أنه تترسب وتترشح مع الإدرار، وبالتالي راح نفقد كثير من المعادن والفيتامينات بجسمنا. أيضا من فوائد شرب الماء خلينا نتطرق له بكميات مثل ما قلنا معتدلة، ويعني بما يتناسب مع عطش الأشخاص، يحسن صحة الفم، يخفف اللعاب، يحافظ على نظام الفم، ويقلل احتمالية التعرض للتسوس في الأسنان. أيضا يقدم فوائد للشعر والبشرة، حيث يقلل من جفاف البشرة والشعر ويزيد من جمال ولمعان الشعر والبشرة. يساعد في الترطيب على تأخير ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر، ويمنع تقصف الشعر. أما بالنسبة للدماغ والحبل الشوكي فإنه يساهم في تصنيع الهرمونات والنواقل العصبية، يساعد في زيادة التركيز ويحسن المزاج ويقلل من التوتر. كثير من فوائد المياه من ضمنها تنظيم درجة حرارة الجسم ودعم الجهاز الهضمي، كذلك للكلى ولإنقاص الوزن، والقائمة تطول في صحة المياه وأهمية شربها.
فلذلك احنا مقبلين ان شاء الله على فصل الشتاء. لا ننسى ودائما نتذكر انه نشرب كمية كافية من الماء لاحتياجات جسمنا، خاصة إذا بدينا نشعر بأعراض مثل الدوار أو حتى الصداع جراء نقص المياه، جفاف بشرتنا وعدم نضارتها. هذه أهم العوامل اللي ممكن نشوفها على جسمنا واللي تكون سببها نقص أو قلة شرب المياه.